المتواجدون بمدينة دوالا الكاميرونية بالتعبير عن مساندتهم المطلقة والتامة للناخب الوطني جمال الماضي، مؤكدين في حديث أجانبي جمعهم معه على دعمهم المطلق له ولمنتخبنا الوطني قبل المواجهات الكبيرة التي تنتظر الخضر غدا أمام منتخب غينيا الاستوائية. أداء وأهدى أنصار الخضر للناخب الوطني الراية الوطنية عرفانا منهم بكل المجهودات التي يقوم بها. باسكو لا في كونتينيو وحنا توجور كنسخرنا لحق بلادنا ورا فرحنا ربع سنين.